أول محطة لليوم ضمن واتس أون إم تي في. بنتذكر نحن وياكم مشاهدينا شو حضرنا امبارح المساء على شاشتنا، والموعد المنتظر كان مع برنامج توني خليفي 15:44 اللي صرنا كلنا مننطره حتى نتعرف على آخر وأهم الملفات والقضايا الساخنة بالمجتمع اللبناني. الملف الأهم هو أكيد التغذية اللي عم نتناولها بالمطاعم وخارج بيوتنا، وكنا منعرف شو كانت نتيجة هالملف وبعده مستمر. ولكن امبارح توني خليفي طرح سؤال كتير مهم، وهو شو عم ناكل ببيوتنا. وضمن هالسؤال عملوا جولة بمختلف المناطق اللبنانية وزاروا عدة بيوت وأخذوا عينات من بعض المأكولات وحتى المياه وتم فحصها بالمختبر، والحمد لله النتيجة عرفناها مباشرة على الهواء والنتيجة كانت سليمة. كل العينات اللي أخذوها خالية من الفيروسات والبكتيريا، أو إذا ضمنت شيء كتير بسيط ما بيأذينا. أما الملفت بالحلقة كان مشاركة الوزير الياس بوصعب بهالاختبار لما تم الاتصال فيه، بعكس كتار من السياسيين والمسؤولين أكيد وافق فورا وزرنا بيته وأخذنا عينات من بيته وكمان طلعت النتيجة سليمة، فتحية لرحابة صدر الوزير بوصعب. أما هلأ مشاهدينا خلينا ننتقل لأجواء أخف وبعيدة عن هموم السياسي والأكل والتغذية بلبنان، ونضحك شوي مع فريق ما في مثله وتحديدا مع جميلة وآخر أخبارها. بحبك يا دليلي. هلا وقت تغني؟ بدي اتصور. طب ما يلا عيطيله، وينه؟ يلا بقل دقيقة وزاية. طب بس ما عم بفهم عشو بدك تصوري هلا؟ فوتو باسبور. فوتو باسبور لطلع فيزا. فيزا لوين؟ رايحة على هوليوود. وليه؟ على هوليوود ودينا هوليوود، على هوليوود ودينا. لحظة ركزي. لوين رايحة على هوليوود؟ صار عندي أزمة بهوليوود. ليكي ليكي. ليكي ليكي. شو رايحة تعملي يعني؟ الأزون طبعاً بدي أدبر لي أفلام وصير مثل وصير مشهورة، وللعالم كله يشوف كل زمالة لزميلي أخيراً ينعطالي حقي. عن جد عم تحكي؟ جوجو على هوليوود خديني معك بليز. سافرت. ليه مش أنا سحبتك؟ قولوا لي حبيبتي. هلا عمي أنت بتضلك هيك ملزقة فيني بتفاعوا. صبايا أهلا. تأخرت عليكم سوري بس عندنا شوية شغل. بس بليز على السريع. مين بده يتصور لي رمزان؟ أنا. يا ساتر يا رب. أهلا وسهلا. ميرسي والله يسعدك العيب. بس ضبطينا شوي يكون وراك هذا الكاد الأبيض فون شفتي. إيه خليك هيك. لا شيلي إيدك. هيدي فوتو باسبور بدنا. إيه فوتو باسبور. ما بدنا يكون في إيدين بس الوجه هيك. جميلة ستريت ستريت. لا 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 بلا إيد بالمرة بلا إيد. بلا إيدين. لا لا بس. إيه بدنا الوجه بناخذ كادر معين. هيدي الإيد. بس حلوة بتطلع مين؟ لا صورة باسبور ما بيقبلوا فيها. ما بيقبلوا فيها. بس بدنا الوجه. إيه ولا بقول لك كيف تطلع فيه. لا علي علي شوي وجهك أيوة. لا نزل شوي. بلا حركات بس. ليه؟ عادي عادي خليكي عادي. هيك زدية؟ إيه جدية. جدية. انا كثير قوية بس كنت جديه. دموزيل عندي شغل. الله يخليك شيلي ايديك ظبطي جد. ايه علي شوي هيك. ايه خليكي خلص خليك تاخروا بصيروا خلص طلع خلص الصوره هلا. ايه ايوه دقن لفوق شوي صغيره بعد. ايوه ايوه لحظه لحظه جديه. لحظه ما اخذتها ما اخذتها لانه في شيء عندي يمكن نعطل او شيء ما كان بسيط. خليك شوي خليك شوي ما في مشكله. جديه جديه مثل ما كنت مثل ما كنت. خليك شوي يلا دقن شوي لهون. اي خليك هيك خليك هيك. لا لهون لهون شوي. ايوه خليك هيك يلا. هاي لحظه لحظه دقن بس عليك دقن شوي. ايوه هاي هاي بس انت مش شو قصتك فيها شيء عطل اليوم هالكاميرا. الكاميرا المحبوبه يا كلامي غير الكاميرا يا مسو. عن جد عندنا من شو بدك تروح بدك تروح على السفينه رايح على هوليوود يا عمي رايح على هوليوود. يا جماعه عندي شغل بتشرفكم خليني اجرب شغله. طلعي لي من الكادر شوي الله يخليكي بس اجرب شغله. بده مزال روح وقف المطرح يا عمي. هي بدها تتصور. بدي اجرب شغله الكاميرا اخوات. انت اخوات ثبت. انا بدي اتصور. بدي اجرب خلص ما بعرف شو صاير له اليوم. عم نقول لك تتاخر على السفاره. تجرب شغله الكاميرا اللي ما تمشي. ها؟ دي مسي دوم كذيك خلص دي فورة خلص ما يلا 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 منيح منيح. متجوز انت؟ لا مش متجوز. متجوز وين انا متجوز؟ يلا طلع دقن لفوق شوي خليكي هيك. يلا يا مسوية حركة بتروح لك وزات على الفاضي. لما تكون واقفة مش عم تشتغل الكاميرا. لما تكون واقفة عم تشتغل الكاميرا في شيء غلط. خليكي بعد مرة أخيرة دقن لفوق. يعني عن جد غير الكاميرا مش معقول. في غلط يا في في غلط يا خي. فوس هالبين فوس هالبين. انا عرفت انا بشغلي. ايه انا عارف شغلي. انا عارف شغلي خير. انا عارف شغلي. دوما زي ما تزعلي مني بس قد منك بشعه حتى الكاميرا مش عم بتصور. في هالحكي مش عم تقبل تصورك الكاميرا قد منك بشعه. ما تزعلي مني. كيف في هالحكي؟ اذا في كاميرا بتعرف اذا حدا بشع او حلو. بعدين صفارت انا كثير حلوه يا
بتعمل شيء. وطبيعي طبيعي لو سمحت ها لو سمحت شمرتك البذعة قدام عم بتصير الشغلة ما عم تمشي الكاميرا. خلص خلص هلا مش الحال. ما بدي اتطور. اخذت على اخذت عليا عليك ما حدا ياخذ واحد من هون. هلا كراوكبت عليك من هون خلص. شو بدي اعمل لك؟ طب شو بجيب كاميرا غيرها؟ بس لا تعرفي انا بس لا تعرفي انا الدنيا كلها وصايد. طب شو لك شو بكي هلا؟ اوه طيب نروح على محل تاني ان شاء الله عمره. حلو كتير الثقة بالنفس اللي عند جميلة حتى ولو كانت بعيدة كتير عن الواقع. على كل إن منتمنى لك كل التوفيق بهوليوود وان شاء الله بترجع لنا نجمة كبيرة. اما هلا راح ننزل لعند نجم تكنولوجي اللي ناطرنا مع اخبار وتفاصيل جديدة حول جادجتس هو اختار على ذوقه من الاسواق ومنكمل حلقتنا.